سافر بالدمعك كفي دينك يوما رح نوفي كفر بالدمعك كفي دينك يوما رح نوفي خالد راجع لك عريس عالجنة بفرحة زفي خالد راجع لك عريس عالجنة بفرحة زفي سلم عالشهداء اللي راحوا الثورة طيروا انتو جناح سلم عالشهداء اللي راحوا الثورة طيروا انتو جناحوا وباب الحرية المقفول انتو يا خالد مفتاحوا انتو يا خالد مفتاحوا ستنطلق رحلة تعليم من نوع آخر رحلة تعليم أدب الثورات قائد عيسى من مدينة كفرنبل عجبين كفرنبل خطينا خالد واسمك خالد فينا عجبين كفرنبل خطينا خالد واسمك خالد فينا كفيت يا غالي ووفيت فضلك عالثورة وعلينا كفيت يا غالي ووفيت فضلك عالثورة وعلينا فراد وخالد والثوار والشعب القابض عالنار فراد وخالد والثوار والشعب القابض عالنار نعاهدكن على آخر روح مع هادي نكفي المشوار مع هادي نكفي المشوار أحسن كل عمل غير أنه كملة وش قد ما لقيت حولك أنه تغير فيك يعني عبتجي بشكل شخصي للأسوأ لا كملة حتى لو لقيت مشاكل حتى لو لقيت شيء وبنفس الوقت اذا انا صوبني شيء انه ما تزعل لا انه ضل مكمل ما له علاقه خايف في شغله او شغل امي فيه او شغل فلان هي بلشت لهدف لازم تكمل انه ضل فخور في شغله اللي راح الثوره طير وانتو جناح سلم عالشهداء اللي راحوا الثورة طيروا انتو جناحوا وباب الحرية المقفول انتو يا خالد لم يعجزهم ان يجدوا سبيلا اخر قائد عيسى من مدينة كفرنبل محافظة ادلب